مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم جيناكم معلومات جديدة ومفيدة. موضوعنا اليوم كيف تختار الكلب المناسب لك. كتير مهم نعرف النوعية اللي لازم نختارها، لأن كل كلب عنده كاركتير وكل كلب عنده شغل معين. افترضنا إذا حدا بده كلب للحراسة ما لازم يجيب كلب هاسكي، مثل ما كلب الصيد مختص بالصيد، في كلب مختص بالحراسة وفي كلب مختص بالطاعة. رح نحكي عن الكلاب بشكل عام. القسم الأول نوعيات من بعض كلاب الحراسة مثل الدابرمان، روتوايلر، والجيرمان شيبرد، والورك لاين، والمالينوا. هاي نوعيات عندها الشراسة بالفطرة، يعني سهل تدريبها إذا تم تأسيسها بشكل صحيح. القسم الثاني نوعيات ليس لديها عدائية، مثل يعني بشكل عام نحكي كتير مسالمة وما عندها عدائية مع الأطفال، مثل الجولدن ريتريفر، لابرادور، دلمسيان، والهاسكي، وإجمالا الكلاب الصغيرة مثل البوميرينيان، كافاليه، واليوركشاير. القسم الثالث عن كلاب العمل، يلي إذا بدكم فيك تقولوا الكلاب اللي موجودة بمراكز شرطة أو كلاب للمسابقات مثل دابرمان، ريتوايلر، وورك لاين، مالينوا. شكرا كتير على مشاهدتكم الفيديو، بتمنى كتير تكونوا استفدتوا من المعلومات، وأي حدا عنده أي سؤال بتمنى تحطوه عندي بالتعليق.